طب انا اقدم الشاعره فاطمه ابو المعاطي، اتفضلي. وبعدها الشاعر عبد الله مغازي. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين، وانا شرف كبير ليا ان انا اكون مع حضراتكم، واتشرف دايما بدعوه الاستاذ محمد المصري، وده شيء يعني بيبسطني جدا. وانا اسمي فاطمه عبد العاطي مش ابو المعاطي. انا بتكلم بالعاميه، وفي نفس الوقت برضو يعني بحب اوصل معلومه بسيطه. هتكلم النهارده عن مصر، وهقول سالوني عن بلد، سؤال غريب لكن انا هعدي. قول لهم ده لوني يا ناس، لا مفيش مني، ده انا سمرة سمار النيل، والعين تشهد عليه. بلدي جميلة وعروسة، في ليل مفيش زيه، نجوم الفجر من الصبحية، من البدرية تلاقي في دربها أجمل ما فيه. صبية على صوت الندى في الزرع بتسقيه، وشمسها بتنور أراضيها من بدري وتنادي. يا حلوة تعيشي ونحميكي، ده انتي بلدي وبحبنا نرويكي. سألوني مصر الحضارة والدين، وربي عالم بيها، بلد الأزهر والأهرامات ومريم والحسين والقلعة، والنور منور عالصفين، على نواحيها شبابها غالي وعالي الأمة، ودايما النور منور من بين ايديها، وبناتها ستات بيوت وامهاتها غاليين عليها. راسك مرفوعة يا بلدي دايما، بين الامم دايما منورة بيها، والعرب بييجوا بلدك هنا ودايما يقولوا احنا طبنا وتربنا وشربنا من نيلها واراضيها. سألوني عنها وانا سمرة وبنت البلد تربيها. شكرا للشاعرة الأستاذة فاطمة عبد العاطي.